أناب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للأدلة الجنائية، والذي يعقد بنسخته الثالثة وللمرة الأولى في مملكة البحرين بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الأدلة الجنائية من البحرين ومن عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب حوالي 35 شركة دولية تعرض أحدث المعدات والتقنيات في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر 28 جلسة نقاشية، من بينها جلسة حول الاستراتيجية المنفذة لمختبر علوم الطب الشرعي في مواجهة قضايا الإرهاب، وأخرى حول مكافحة الإتجار بالبشر. وبهذه المناسبة أكد رئيس الأمن العام على توجيهات معالي وزير الداخلية، وحثه على الاستثمار في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، منوها إلى دعم معاليه لتطويره في هذه المجالات البشرية والتقنية والتكنولوجية، سواء في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها أو التركيز على إبراز الأدلة عند التقاضي لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية لم تدخر جهدا في ابتعاث عدد من منتسبيها لدراسات متخصصة ودورات فنية في معاهد وجامعات عالمية، لافتا إلى أن ما تحقق في القضية التي عرضت مقاطع مصورة بشأنها في المؤتمر يظهر تطور الأدلة الجنائية وما أحرزته من تقدم في مجال فحص البصمة الوراثية والتعرف على الجناة، منوها إلى أهمية استمرار عملية التطوير من ناحية التنظيم والتجهيز والتدريب. وأكد رئيس الأمن العام على أهمية العمل على تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالأدلة الجنائية، خصوصا مع ظهور تقنيات حديثة من شأنها الوصول بمعدلات السرعة والدقة إلى مستويات متقدمة في هذا المجال، موضحا أن الأدلة الجنائية واتباع المنهج العلمي في التعامل معها، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعد أمرا بالغ الأهمية في مكافحة الجريمة. من جهته ألقى العميد عبد العزيز معيوف الرماحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كلمة أكد فيها أن المؤتمر يعد منصة عالمية متميزة للالتقاء بالخبرات والكفاءات العلمية لمناقشة أحدث ما تم التوصل إليه من نظريات وممارسات وتجارب على المستوى الدولي، منوها إلى أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في إيجاد السبل الكفيلة لرفع مستوى الأداء الفني والتقني للعاملين بمجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي والاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال. وقد قام رئيس الأمن العام بجولة في معرض الأدلة الجنائية، حيث اطلع على ما تعرضه الشركات والمؤسسات المشاركة من معدات حديثة وتقنيات متطورة، بما يسهم في فتح آفاق واسعة في مجال مكافحة الجريمة.